السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا فيكم جميعا. وفي آخر لقاء من لقاءات سلسلة ميدالية في مع موهبة، ومع ضيفنا وموهوبنا أحد نجوم هذا الوطن، واللي حاصل على 9 ميداليات فضية وبرونزية وذهبية في أولمبيادات رياضيات، أخونا يزيد إبراهيم بسيوني، أحد طلاب موهبة وطالب ماجستير حاليا في جامعة كاوس. يا هلا وسهلا فيك يزيد، واهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياكم الله. وبالعكس أتشرف بحضور أحد لقاءات موهبة، لأن موهبة لها مكانة عظيمة في قلبي. ما كنت راح أكون في المكان اللي أنا فيه اليوم لولا تبني موهبة لي لما كنت في الثانوي، ومساعدتهم لي بكل الطرق اللي يعني ممكن أتصورها أو ممكن أحد يحلم فيها في هذيك المرحلة العمرية. كانت حجر الأساس اللي ساعدني أنطلق بعدها في الجامعة وبعدها في الوظائف والآن في دراسة الماجستير. دائما اللي تعلمته في موهبة بشكل يومي يساعدني في حياتي. بالعكس، كلنا فخورين فيك وبإنجازاتك اللي أنت حققتها، وموهبة فخورة فيك، وهي الأم لنا جميعا، واللي احتضنتنا ونمتنا وحتى وصلنا إلى ما نحن فيه. بداية خلينا نبدأ معك وفي محاور لقائنا، دائما كسؤال أسأله لضيوفنا ونجومنا، حكينا عن نفسك، ولو تقول لنا نبذة تعريفية عنك، مين يزيد؟ أبشر. اليزيد، أنا طبعا طالب، أتولدت في ينبع الصناعية، وكنت طالب في مدارس التعليم العام في ينبع الصناعية. بالمناسبة تعليم عام، لكن مدارس ينبع من أجود مدارس اللي أعرفها على مستوى المملكة. طبعا ما أعرف مدارس كثير، هي المدارس الوحيدة اللي حضرتها من ابتدائي والمتوسط. طبعا موهبة لها أثر فيه من الابتدائي. تقريبا من الابتدائي كان عندنا في ينبع برامج تتبناها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة الإبداع، واصل عندنا الينبع. في البداية بدأت كبرامج صيفية وبرامج إسرائيلية في المدرسة، ودائما كنت أستمتع بالفعاليات والأنشطة اللي تسويها موهبة. كنت دائما أشوف نفسي فيها لأنها تنمي الإبداع وتنمي التفكير خارج الصندوق والتفكير اللامنهجي. بالنسبة لي المدرسة، ما عمري كنت أحب المناهج الدراسية. دائما درجاتي ما كنت من ال10 أوائل مثلا أو ال20 أوائل زي زملائي في يعني في كل مدرسة في ال10 أوائل على الصف وال20 أوائل. ما كنت دائما من المتميزين، لكن لسه كنت أستمتع بفعاليات وموهبة والمسابقات اللي سووها. بالذات أتوقع خطوتي الأولى الكبيرة مع موهبة كان صف ثالث متوسط، لما اترشحت لأولمبياد الرياضيات والعلوم. طبعا معلش، هو أولمبياد العلوم، لكن من ضمنه واحدة من الأنشطة كانت الرياضيات، وهي اللي كانت تهمني أكثر واحدة. سابقا كانت وحدة، كانت أولمبياد العلوم والرياضيات مع واحد مع بعض. لا صحيح صحيح، هو أولمبياد العلوم للناشئين يعتبر فيه أكثر من جزء، فيزياء وكيمياء كلها تحت نفس المسابقة، ومن ضمنها الرياضيات، وكان اللي يجذبني لها هو الرياضيات. طبعا بعد ما دخلت الاختبارات وصلت لمعسكر الترشيح النهائي، وكان اكتشفت فيه انه ضعيف شوية في الكيمياء والفيزياء والاحياء، رغم انه كنت جدا كويس في الرياضيات. فوصلت ل10 الاوائل، الترشيح النهائي من ال10 الاوائل، اختاروا ال6 الاوائل يروحوا المسابقة، وانا للاسف كنت من ال4 المتبقين. لكن هذا الشيء وضح لي انه عندي اهتمام في الرياضيات اكثر من المواد الثانيه، ووضح لي انه موهبه مكان مهتم بهذه الاشياء ومهتم انه يرعى الاهتمامات المشابهه. طبعا مجرد اني هذا الكلام صف ثالث متوسط، مجرد اني رجعت يعني وما ترشحت، على طول حطيت عيني على مسابقه الرياضيات، فكان في الاولمبياد الوطني للرياضيات صف في اولى نفس ثانوي. الس في أولى ثانوي. يعني ما هو كان بين ثالث متوسط واولى ثانوي، فرجعت يعني من المسابقه بدات اولى ثانوي. اولى ثانوي طبعا على طول دورت، وعرفت انه في اولمبياد وطني راح ينعقد على الشهر. انت حضرت، معلش كنت بتقول انه انت حضرت الملتقى اللي قبل اللي كان صف ثالث متوسط. كان العلوم، اولمبياد العلوم للناشئين اللي هو قبل كيف؟ اولمبياد الرياضات، هذا قبل لا اعرف يعني اولمبياد الرياضات. اها،
طبعا قصتي كلها راح تيجي في الأولمبياد الرياضيات، لكن أولمبياد العلوم كان فعلا هو المقدمة، لأنه قبله ما كنت أعرف كثير عن الأولمبيادات، وبعده مو بس عرفت إنه في أولمبياد، إنما صرت مصر إني أعطيه كل جهدي واهتمامي عشان أنجح فيه. ففعلا بدأت أولى ثانوي اكتشفت إنه في أولمبياد وطني للرياضيات حيكون بعد كم شهر، يمكن بعد الظاهر في نهاية الفصل الأول. هذاك الفصل الأول كله ما فوت تدريب إثرائي للأولمبياد، ما فوت شو اسمه فرص لحل المسائل من السنوات الماضية، يعني حليت الاختبار حق السنتين الماضية كلها، وأي سؤال ما عرفت أحله راجعت أستاذي في المدرسة يساعدني في حله. فعلا اختبرت الأولمبياد الوطني المرحلة الأولى، حصلت المركز التاسع. هذه طبعا المسابقة هذه يدخلها أولى وثانية والثانوي، فأنا كوني حصلت المركز التاسع وأنا أولى ثانوي بالنسبة لي كان مرة أعطاني حافز كبير، وكان لسه في المرحلة الثانية من الاختبار، أو مرحلتين كانوا الأولمبياد الوطني. بين المرحلة الأولى والثانية نفس الشيء، ما وفرت جهد، راجعت كل المسائل حق السنوات الماضية بالنسبة للمرحلة الثانية، أي مواد إثرائية قدرت أحصل عليها من أساتذتي جمعتها وذاكرتها. رحت حتى أذكر واحدة من المواد الإثرائية كان فيها قانون لحساب طول المتوسط في المثلث، ما كنت ندرس في المدرسة لكن شفته، ما كنت أعرف لسه كيف استنتجه، حفظت القانون. رحت المرحلة الثانية، المواد هذه من فين كنتم تاخذوها معليش؟ المادة هذه طلبتها من أستاذي في المدرسة، اوكي ايوه هو جابها من مواد موهبة للمعسكرات السابقة، يعني هو وانت طلبتها اصلا اساس انك انت كان ودك انك تتعلم حاجه جديده. كان ودي استعد للمسابقه هذه. الماده اللي كنت اذاكرها اغلبها كان يعني موهبه تعطيه للطلاب السنوات الماضيه اللي قبلها يعني في الملتقيات، فهي مذكره الملتقيات حقت موهبه، بس قدرت احصل عليها بدون ما اروح الملتقى، طبعا حق السنه اللي قبلها مو سنتي. فهذا القانون حفظته، وفعلا لما رحت المسابقه المرحله الثانيه، واحد من الاسئله كان 8 اسئله بس، يعني كل سؤال بوزنه، واحد من الأسئلة الثمانية كان إذا تعرف هذا القانون مرة يصير أسهل بكثير. ففعلا طبقت القانون وحليته، وأعطاني هذا السؤال اللي يفرق عن باقي الطلاب. طلع ترتيبي الثاني على مستوى المملكة في التصفية النهائية اللي هي عليها الجوائز. واللي سبقني الأول رحت تابعت دورت على اسمه، طلع كان أصلا شارك في الأولمبياد العالمي، يعني طبيعي إنه يسبقني لأنه كان حصل ميدالية برونزية في الأولمبياد العالمي، وكان اصلا اول واحد يحصل ميداليه برونزيه في الاولمبياد العالمي، فنوعا ما قبله ما كان في اصلا اي ميداليه، هو جاء حصل ميداليه برونزيه وهو اللي كان سبقني في المرحله الثانيه من الاولمبياد الوطني. طبعا بعد ما خلص الاولمبياد الوطني صرت ادور اي فرصه اني التحق بتدريب الاولمبياد اللي هو المعسكرات اللي موهبه تسويها بشكل مستمر. فعلا كان في اختبار ترشيح في نهايه اولى ثانوي، دخلت واختبرت وترشحت المعسكر في الطائف في الصيفية بين أولى وثانية ثانوي. دخلت الاختبار، وهذا كان كم مدة المعسكر؟ المعسكر كان جدا جميل، أسبوعين في الطائف، وكانوا اللي يدربونا مو بس مدربين، وإنما بالإضافة ليهم طلاب الأولمبياد اللي شاركوا في الأولمبياد السنة اللي قبلها، يعني طلاب شاركوا في الأولمبياد كلهم جو دربوا الدفعة اللي بعدها. فتعرفت فيها على نوابغ من الناس اللي أكبر مني طبعا، واستفدت من خبراتهم بشكل كبير. طبعا استمريت مع موهبة، وبعدها بسنة، بعد هذيك الصيفية بسنة، شاركت في الأولمبياد العالمي أول مرة وحصلت ميدالية برونزية. وبعدها بسنة شاركت مرة ثانية وحصلت فضية. الفضية اللي حصلتها كانت أول فضية في تاريخ المملكة. واحب انوه انه ما كنت انا الوحيد اللي حصلتها، حصلها انا وشخص ثاني اسمه حسين عيد. وفي نفس السنه حصلنا اتوقع برونزيتين او 3 برونزيات. نقطه مره مهمه بوضحها، انه في ينبع خلال هذيك السنتين، يعني بالاضافه لتدريب موهبه اللي هو في المعسكرات، كنا نجتمع طلاب ينبع في المدارس ونسوي تدريباتنا الخاصه، عشان كذا طلاب ينبع مستواها متطور بشكل اكثر من باقي المدن. لما شاركنا في اولمبياد 2012 اللي هو اول مره جبنا فيه فضيه، جبت انا فضيه وحسين عيد جاب فضيه برضه من ينبع، والظاهر جبنا 3 برونزيات، على الاقل واحده منهم كانت برضه من ينبع، وفي واحد ما جاب ميداليه برضه من ينبع، فاتوقع 4 من 6 كانوا من ينبع.
وترتيب الفريق هذيك السنة على مستوى العالم كان 29، يعني من ضمن 100 دولة اللي شاركت على مستوى العالم كنا 29. سببنا ذيك السنة دول متقدمة زي فرنسا وبريطانيا وبلغاريا. بس كيف كانت لحظات الفوز يا يزيد لما ديك السنة؟ يعني كانت أول ميدالية تحصل عليها في من خلال مشاركتك. طبعا هذه كانت لحظة جدا أسطورية، وما كنت أصدق أنها صارت، ولا الحين ما أصدق أنها صارت. يعني وقتها كان من كثر الحماس، يعني الواحد بدأ يفقد ذكرياته من كثر ما شعور أنه بنحقق مستقبل جديد للمملكة، أول مرة نجيب فضية، وكيف هذا الشيء حيسهل للناس اللي بعده. يعني أول برونزية حصلناها ساهمت أنه رفع المعنويات، إن نقدر نجيب أحسن، وهذا اللي خلانا نجيب فضية. من يوم ما جبنا الفضية جبنا كم فضية بعدها، عدد من الفضيات. فكانت لحظة جدا تاريخية وجدا ممتازة، وما في شعور يوازي إنه الواحد يرفع علم دولته في المنصات العالمية، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا شعور جدا ممتاز. وأهم من هذا كله، الميدالية هذه اللي حصلتها ساعدتني بعد كذا بشكل ما كنت أتصوره. يعني أيام الثانوي كنت أركز على الأولمبياد، وكان عندي تصور إنه إذا فزت في الأولمبياد العالمي ما رح يفرق أي شيء ثاني سويته في حياتي. يعني إن شاء الله راسب في الثانوي ما في مشكلة، مستقبلي كويس، حتى لو درجاتي واطي، حتى لو اختبار تحصيلي ما كان كويس، لأنه هذه الميدالية على مستوى عالمي، أولمبياد العالمي للرياضيات. طبعاً في ذاك الوقت كان فقط تصور، يعني كان تصور إنه لو سويتها، لو جبت الميدالية خلاص كل شيء تمام. ما كنت أعرف ليش، بس كان عندي إيمان بهذا الشيء. بعد ما تخرجت كل إيماني وتصوري 100% صار صح، بس بأسلوب ما كنت أتصور. مثلاً هذه الميدالية أول ما حصلتها جاني ابتعاث من جامعة الملك عبد الله لأي جامعة أمريكية أقدر أنقبل فيها. مو بس البعثة هذه خاصة بالطلاب الموهوبين عن طريق موهبة؟ ما هي عن طريق موهبة، عن طريق جامعة الملك عبد الله، لكن يأخذوا طلاب موهبة بشكل كبير. يعني جامعة الملك عبد الله 100 شخص تقريبا يبتعثوا كل سنة. يعني أكثر شخص يغذي هذه البعثة هو موهبة وبرامج موهبة، سواء برامج موهبة الدولية ولا برامج الأولمبياد. خليني أرجع معك لأولمبياد نفسها، خلال مشاركتك فيها إيش اللي أنت تعلمته حتى أنك شاركت في الاختبار ووصلت لهناك المرحلة ديك؟ طبعا كل اللي أولمبياد سواء الرياضيات ولا البرمجة والفيزياء يعلمك حاجتين. الحاجة الأولى هي حل المشاكل، يعني كيف تستخدم الأدوات اللي عندك عشان تحل مشكلة جديدة ما عمرك شفتها. وبالمناسبة مسائل أولمبياد الرياضيات أحد شروط المسائل إنها تكون مسألة ما قد طرحت في التاريخ، سواء في اختبار، سواء في مسابقة، سواء في منهج، سواء في كتاب، سواء في بحث. كل مسائل تكون أوريجينال، ما عمرها طرحت في أي مكان. فمستحيل أحد يحل مسألة ما عمره شافها أو شاف شيء مشابه ليها بالحفظ. يعني ما في أحد يقدر يحفظ المسائل ويروح يكون مستعد للأولمبياد. اللي ينجحوا هم اللي عندهم القدرة الإبداعية وقدرة حل المشاكل، إنهم يحلوا بالأدوات الموجودة عندهم مشاكل ما عمرهم شافوها، مسائل ما عمرهم شافوها. هذا الكلام ينطبق على كل الأولمبيادات، وهذا مشترك بين جميع المسابقات. الشيء الثاني اللي يفرق أولمبياد الرياضيات هو المادة العلمية. هذا يحتوي الجبر، الهندسة، التركيبات أو الاحتمالات، ونظرية الأعداد. هذه البداية إنك أنت تبدأ فيها، حتى إنك تأخذها وتتعلمها حتى إنه تسهل لك في الأولمبياد نفسها. لا، هذه الأربع أقسام هي الأولمبياد، يعني جوهر الأولمبياد. كل قسم مستقل نوعا ما، مختلف عن الثاني، لكن الأولمبياد مسائل تيجي من هذه الأربع أقسام. فقد ما الواحد يتعمق في كل قسم قد ما يكون عنده فرصة إنه يحل مسائل أصعب في هذا القسم. هذه الأربع أقسام تختلف من أولمبياد لأولمبياد، لكن هذه الأربع أقسام في الرياضيات. في الفيزياء أكيد أشياء مختلفة، الكهربائية والمغناطيسية والميكانيكية، وفي البرمجة أشياء مختلفة، لكن في الرياضيات
كيف إنه الواحد يتعمق فيها، أو كيف إنه الواحد يبدأ فيها للأمان؟ خليني افتراض مثلا أنا كزياد أبغى أشارك في الأولمبياد الآن، كيف حبدأ؟ ومثلا خاصة بأخش للأولمبياد نفسها وأبغى أشارك، إيش أسوي؟ كيف أذاكر؟ طبعا أسهل وأفضل طريقة هي التدرب عن طريق موهبة. يعني موهبة أبدعت في تدريب هذا المواد، يعني يجيب مدربين متخصصين في كل مادة ويشرحوا لك إياها من الأساسيات من الصفر إلى أعمق مستوى ممكن، وأعمق يعني إلى مستوى الأولمبياد. قد ما الواحد مستواه يتطور في موهبة، قد ما موهبة تساعده إنه يتمرن أكثر. بس يعني في احيانا يزيد انه الان انت عندك اختبار بعد كذا، وفي ترشيحات، وفي ناس ما شاء الله التوب، وفي ناس لا، كيف انك انت تحسن من مستواك حتى انك انت توصل لهذا الشيء التوب؟ الواحد يحسن مستواه انه يكون يحاول يحسن مستواه في هذه الاربع اقسام. كل ما تقدر اوكي، افضل طريقه انك تحاول تطور مستواك في اي واحده من هذه الاقسام هو حل المسائل. ايوه، الواحد يحل مسائل زياده، عدد المسائل. اذا يعني اقول لطلاب اولمبياد البرمجه، اللي يفرق بين الطالب اللي يجيب ذهبيه وفضيه وبرونزيه هو عدد المسائل. البرونزيه تقريبا الواحد يحتاج 700-800 مساله عشان يوصل مستوى البرونزيه. الواحد يحتاج ممكن 1500 مسألة عشان يوصل فضية، 2500 مسألة عشان يوصل ذهبية. فقد ما الواحد يحل مسائل زيادة قد ما مستواه يتطور. لكن موهبة ما تقصر من ناحية إنه كل ما يشوف الواحد مستواه يتطور، كل ما يعدل مستوى التدريب يخلوه أفضل على مستوى. يعني كمثال، أول سنة دربت الأولمبياد حصلت برونزية، ثاني سنة كان مستواي أفضل بكثير، وكان في جاب بيني وبين باقي الفريق. فموهبة مثلا أرسلوني معسكر تدريب في أمريكا على أعلى مستوى عالمي في الرياضيات، للتدريب لأولمبياد الرياضيات حوالي 3 أسابيع. حضرتها بعد ما المسائل اللي حليتها هناك والمواضيع اللي تعلمتها كنت واثق إني أقدر أجيب فضية. فلما رحت الأولمبياد وجبت الفضية كان نوعا ما واثق من مستواي أكثر بكثير من قبلها بسنة، لأنه المسائل اللي غطيتها أكثر والمواضيع أكثر، وقابلت ناس مستواهم فعلاً عالي وعرفت إيش اللي عندهم وما عندي من ذاك. خليني أسألك يا زيد، هل كان الموضوع بالنسبة لك أنت كتسجيل ومشاركة سهل؟ بالنسبة لي شخصياً كان سهل، لأنه كنت أترصد لهذه المسابقات، أستناها، أعرف إن في مسابقة حتكون بعد فترة فأستعد لها من قبل. أعرف أنه الترشيح يحتاج هذه المسابقة فأستعد لها وأتأكد أني أحضر المسابقة. لكن اعتقاد أنه هذه الأيام أسهل وأصعب في نفس الوقت. أسهل من ناحية أنه الطريق واضح، اختبار موهوب هو الخطوة الأولى، مسابقة موهوب. أي أحد يسجل في مسابقة موهوب عنده مدخل، يحتاج يذاكر الاختبار ويجيب فيه درجة كويسة. أصعب من ناحية أنه أعتقد أنه اختبار موهوب مو كل الناس تعرفه، فممكن ناس ما يعرفوا عن المسابقة ويفوتوا الفرصة. من هذه الناحية أصعب، لكن بنفس الوقت إنه حتكون المنافسة قوية، فلازم إنك أنت تشد حيلك فيها. ممكن المنافسة أصعب، لكن ما أتوقع إن المنافسة أصعب بكثير. إذا إنسان استعد لها يعني شهر شهرين، أتوقع أكثر من كافي إنه ينجز كويس في المسابقة. خليني أسألك، أنا أنت ما شاء الله تبارك الله حاصل على 9 ميداليات، سواء ذهبية، سواء فضية، سواء برونزية، في عدد من الأولمبيادات، يعني أنت وصلت ونلت وحققت اللي أنت الشيء اللي أنت تتمناه فعلا، لكن إيش المردود المعنوي واللي صراحة أضاف لشخصية يزيد؟ معنوي ولا مادي؟ لأنه المردود المادي ترى أكبر بكثير من المردود المعنوي. طيب، دامك إنك فكيتها، خليني أسألك، إيش المعنى وإيش المادي؟ خلينا نبدأ بالمادي، والمعنوي يجي في الطريق. طيب، المردود المادي يعني وقتها كنت مؤمن إنه حيكون في مردود مادي كبير، بس ما كنت أعرف شو. بعد ما حصلت الميدالية شفت يعني صار لي جبت الميدالية الفضية في 2012، خلال هذه 8 سنوات بشكل مستمر يجي المردود المادي، كأنك استثمرت في شركة وكل فترة بتجيب لك أرباح. أول شيء مثلا بعثة الملك عبد الله جاتني، رغم إنه درجاتي ممكن كانت ما تدخلني كلية ينبع الصناعية، أوكي؟ جاتني بعثة الملك عبد الله، ومو بس مدربيني في الأولمبياد كتبوا لي رسائل توصية إني أدخل، يعني رسائل
اوكي خليني اتكلم عن واحد بالضبط. في مدرب اولمبياد قابلته في امريكا، كتب، هو دكتور في جامعه كارنيج ميلون. جامعه كارنيج ميلون هذه المصنفه الاولى على العالم في البرمجه علوم الحاسب. فهو كان مدرب رياضيات، لكن جاني وكلمني قال لي انه الرياضيات والبرمجه قريبه من بعض، استخدم نفس اساليب التفكير، وكونك مميز في الرياضيات راح تكون مميز في البرمجه. فكتب لي رساله توصيه اني ادخل جامعه كارنيج ميلون اللي هي الاولى على العالم في علوم الحاسب. فعلا سلمت الابلكيشن ومعاه رساله التوصيه من الدكتور هذا. ما مر كم شهر الا اعطوني القبول، وبعت وجامعه الملك عبد الله ارسلوني. فاول شيء اني قدرت ادرس الجامعه في اقوى جامعه في التخصص، تخصص علوم الحاسب، وهذا الشيء نوعا ما مستحيل كنت احصله بدون الاولمبياد. يعني كطالب درجات متواضعه ومدارس يعني حكوميه، حتى التعليم ما هو بالانجليزي، وانجليزيتي ما كانت كويسه حتى، وماني دارس مناهج اجنبيه، وما في شيء مميز فيني. مجرد اولمبياد الرياضيات جاني قدرت ادخل اقوى جامعه في العالم في تخصص جدا ممتاز ومطلوب اللي هو علوم الحاسب. هذا اول شيء جاني. وثاني شيء بعد ما دخلت في مسابقه اولمبياد جامعيه اسمها بوتنام، شاركت فيها ونفس الشيء حصلت على شهاده تقدير. وشهاده التقدير هذه جدا افادتني في الوظائف بعد كده. يعني في بعض الوظائف في نيويورك في وول ستريت، وبعض الوظائف في سيليكون فالي شركات التقنية يدور فيها طلاب الأولمبياد. يعني المنافسة يكون عليها عالية، فاللي يكسر التنافس أو يساعد في المنافسة اللي هو الميداليات في الأولمبياد العالمي. أول واحدة منها شركة دروب بوكس، اشتغلت فيها كمهندس برمجيات، وشركة دروب بوكس من الشركات المعروفة اللي يستقطبوا طلاب الأولمبياد. هذا أول شيء. ثاني شيء، قدرت أحصل وظيفة كمحلل استراتيجيات كمي في برج التجارة العالمي. أول ما تخرجت، يعني أنا تخرجت من الجامعة لسه ما عندي أي خبرة غير تدريب صيفي مع دروبوكس، وما عندي بالذات خبرة في تحليل استراتيجيات الكمية، اللي هو طبعاً هذا تعتبر استراتيجيات في أسواق المالية في نيويورك. عشان كذا قرر الوظيفة كان في برج التجارة العالمي في نيويورك. والراتب اللي حصلته يعني مستحيل أحد دوبه متخرج يحصل. ليش قدرت أحصل هذه الوظيفة؟ السبب الأساسي رئيسي في العمل أصلاً كان عنده ميدالية ذهبية في أولمبياد الفيزياء. رئيس قسم البرمجة كان عنده ميدالية فضية في أولمبياد الرياضيات. رئيس قسم الأبحاث كان عنده ميدالية ذهبية في أولمبياد الفيزياء وعنده ميدالية فضية في أولمبياد الرياضيات. فعندهم شيء اللي هو يقدر يستقطبه أو يستقطب الطلاب الموهوبين نفسهم، عندهم رؤية بهذا الشيء. مو بس المجال هذا اللي هو تحليل استراتيجيات الكمي، اكتشفت بعدين إنه المنافسة عليه جدا قاسية. كل الناس من MIT ومن هارفارد ومن بيركلي وستانفورد يتنافسوا على هذه الوظائف لأن راتبها عالية وما يأخذوا إلا الأفضل، ولما تشتغل فيها ما بتشتغل غير مع الأفضل. بتحصيل حاصل صاروا يستقطبوا طلاب الأولمبياد لأن طلاب الأولمبياد هم الأفضل في مجالاتهم. ومو بس، صار لما أحد يقدم على الوظيفة مرة يساعد إنه عندك ميدالية. يعني ما أقول إنه فقط اللي عندهم ميداليتهم اللي حصلوا هذه الوظائف، لكن جدا يساعد في الابليكيشن. فقبولي 100% كان عشان الميدالية، و 100% لو ما كان عند الميدالية الفضية كان احتمال كبير ما حصلت الوظيفة. طيب إذا كان من شيء معنوي تقريبا، خليني أسألك إياها، من شيء معنوي أنت كفائدة بالنسبة لك؟ طبعا شيء معنوي مرة الواحد يرتاح ويحس أنه مبسوط لما يحس أنه في علم في مخه طوره على مدى السنين، ومهارة حل المسائل وفهم الرياضيات بشكل عام، سواء أنك تفهم شيء أو أنك تحل شيء جديد. مرة شعور حلو أن الواحد يعرف أنه في شيء في مخه ما حد يقدر يأخذه منه، ومقدر جدا، يعني السوق يقدره ويبحث عنه. وطبعا هذا الكلام مو بس في أمريكا، حتى في السعودية لسه اليوم كنت أتكلم مع جهتين. الأولى السدايا اللي هي الهيئة السعودية للذكاء الصناعي، ومؤسسة ثانية اللي هي ماكنزي داتا ساينس. كل المؤسستين هذه بيستقطبوني فقط عشان الميدالية، أو ما بقول إنه فقط،
يعني ممكن هي الميدالية بس والإنجازات كانت هذه السبب بالنسبة لك إنه أساسا بيدور عليك فيها أو إنهم تكون فرصة فيها. طيب خليني أسألك، يعني بصراحة يعني أنا شايف ما شاء الله إنه كانت فرص كثيرة جاتك، هل تنصح أنت كيزيد الطلاب في المشاركة في مسابقة موهوب؟ 100%. أي أحد عنده اهتمام أو موهبة في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في الأحياء أو في البرمجة، البرمجة ترى أفضل مسابقة الحين أشوفها، من ناحية أنها مطلوبة أكثر شيء، ومن ناحية أنه المهارات اللي تبنيها جدا مفيدة، ممكن تطبق بسرعة. لكن أي واحدة من هذه المسابقات، أي أحد يحس أنه عنده أقل اهتمام، يعني هل في فرصة أنه الإنسان يبدع فيها؟ 100%. مو بس يشارك في اختبار موهوب، ويروح مستعد قدر الإمكان، يعني ولوحده يذاكر 3 شهور ما هي خسارة في هذا الاختبار، عشان يضمن مكانه في التدريب. وبعد كذا في معسكرات التدريب نفس الشيء، الواحد لا يضيع وقت، يذاكر كل يوم. ليش؟ عشان حرفيا الميدالية، إذا حد قدر يحصل ميدالية ما حد حيطالع في درجاتك في الثانوي، ما حد حيطالع في التحصيل والقدرات، خلاص أنت يعني هذه ميدالية، جائزة عالمية ما تعطى إلا لعدد محدود جدا كل سنة، ونوعا ما مثبت، ما تعطى إلا لأفضل ناس على مستوى العالم في هذا المجال. كأن فتكون وسام، وسام يبقى طيب. اللاعب. بالمناسبة صح، أبسط مثال لو نشوف السنة الماضية، بس 7 من طلاب موهبة حقين الأولمبياد انقبلوا في MIT. يعني MIT عادة يعني في أكثر من سنة أتذكرها، MIT ما يقبل غير واحد سعودي في هذيك السنة، ولا 2 ولا 3، القبول جدا صعب. السنة الماضية 7 انقبلوا، وش اللي يجمعهم؟ ليش MIT فجأة قرر يقبلوا عدد كبير؟ ما هو سبب، ما يعني ما في سبب حقيقي، غير انه هذول السبعة طلاب فعلا جودتهم ممتازة لدرجة انه MIT تبغاهم. ايش اللي خلى جودتهم ممتازة؟ هو تدريب الاولمبياد ومشاركاتهم في المسابقات العالمية. خليني أختم معك بكلمة ممكن تقدر تقدمها لموهبة. طبعا مشاعري اتجاه موهبة هي بس شكر وعرفان لاهتمامهم في لما كنت صغير، وإذا في أي طريقة ممكن أساعد، يعني أعطي لموهبة، بالعكس أكثر من مبسوط. خلال الفترة الماضية كنت يعني وأنا في كاوست أحاول أعطي الموهبة قدر الإمكان عن طريق تدريب طلاب أولمبياد البرمجة اللي هو يصير في كاوست، سواء أونلاين ولا السنة الماضية في كاوست. هذا الأسلوب اللي قدرت أحصله عشان أرد لهم بعض جميلهم. لكن في المستقبل أي شيء تطلب مني موهبة، بالعكس أتمنى أن أخدمهم باللي أقدر عليه. الله يعطيك العافية ويسعدك يا رب حبيبي يزيد. خليني أسألك سؤال، ممكن يعني بعض الأسئلة يعني وبعض الناس كانوا يسألوها الآن، لو في هل في مراجع معينة ممكن الواحد يستزيد فيها بخصوص في الرياضيات عموما؟ يعني في الرياضيات تقصد أولمبياد الرياضيات؟ أيوه كمراجع يرجع لها. 100%. طبعا في فترة تدريب الأولمبياد كان مدربنا اسمه تيتو أندريسكو، هذا في السابق كان هو رئيس الفريق الأمريكي في أولمبياد الرياضيات، وعنده كتب كثيرة في أولمبياد الرياضيات. تيتو أندريسكو من كل المستويات، في الرياضيات، معلش، في الجبر، في الهندسة، في نظرية الأعداد، في المتباينات، وفي التركيبات. عنده كتب في كل هذه المجالات، وفي كل مجال عنده أكثر من كتاب، كتاب متقدم، كتاب متوسط، وكتاب مبتدئ. عادة عنده 3 كتب في كل مجال، مبتدئ، متوسط، متقدم. يعني كمثال بسيط، أنا مريت على المبتدئ والمتوسط في نظرية الأعداد، والمتقدم إلى الآن صعب عليه، يعني أعرف بس أجزاء منه، ولسه بس مجرد ان سويت المبتدئ والمتوسط مره طور مستواي في نظريه الاعداد، لدرجه اني في اولمبياد البلقان اصعب مساله كان نظريه اعداد وحليتها، وكان باقي لي درجه الذهبيه عشان هذه المساله اللي عرفت احلها. فبشكل عام تيتو اندريسكو كتبه جدا ممتازه،
وبالإضافة لهذا أي مذكرة تسويها موهبة يعني للملتقيات أو مسائل الاختبارات، يعني مسائل الاختبارات السابقة أو مذكرات موهبة دائما ممتازة. لكن تيتو أندريسكو معروف عالميا سمعة كتبه في أولمبياد الرياضيات. في بوينت معين أو في نقطة معينة أنت ذكرتها إنه مو كان مستواك الدراسي للأمانة ما كان ذاك التوب أو ما كنت من العشر أوائل، وحتى إنك ذكرت إنه ممكن درجتك ما تدخل كلية ينبع صناعية. خليني أسألك سؤال يعني بصراحة، يعني أنت ما كنت من المتميزين، لكن يعني ممكن إنك أنت تبدع في مادة معينة أو في مجال معين. كيف تنصح أنت الطلبة بأنهم يعني إنهم يكتشفوا نفسهم ويجربوا نفسهم وما يخافوا من التجربة أبدا؟ من ناحية اكتشاف ممكن أحكيكم قصتي. يعني أنا في المدرسة ما عمري كنت مهتم، وعائلتي ما هي من النوع اللي يعني يتأكد ويلاحق ورانا إنه لازم تجيب درجة كاملة وتحل كل واجباتك. يعني كان نظامهم في البيت إنه يعني هذا مستقبلك وأنت حر فيه، أهم شيء يعني جيب تقدير كويس جيد جدا ممتاز كله حلو، مو شرط يعني تجيب فوق 90 حتى، أهم شيء لا ترسب، ما مو لا ترسب لهالدرجة، يعني لا تخبص ولا مادة، أوفرول يعني سوي اللي تقدر عليه، درجاتك متوسطة ولا كويسة ما في مشكلة. هذا نوع عائلتي. لكن دائما كنت ألاحظ من الابتدائي حصة الرياضيات كنت مرة أحبها، ووقت ما يجي أستاذ يشرح لنا شيء جديد أقعد أمتحنه، أقول له طب إيش حيصير لو سوينا كذا، إيش حيصير لو سوينا كذا، طب ممكن نثبته بهذه الطريقة الثانية. أحاول يعني أحاول أفهم الموضوع بكل الطرق الممكنة، وما كان يعني من اهتمام بالدرجات ولا شيء. كان وهل يعني كانت درجاتك جيدة في الرياضيات؟ في الرياضيات يعني ما كانت 30 من 30، كنت يعني في اختبار نهائي أجيب ممكن 27، يعني ممتازة، بس ما كنت من دول الطلاب اللي يجيب 100%. يعني كنت زي ما قلت ممكن 27 من 30 ولا 95% زي كذا، يعني أحسن أكيد من باقي المواد لأني مهتم فيها. لكن كنت ألاحظ أني أحب أفهم الموضوع حتى لو ما له دخل في الرياضيات. يعني تيجي مواد تانية علوم كيمياء أحياء ما أهتم، ودرجاتي ينعكس عليها أني ماني مهتم. أذكر في ثانوي جبت الفيزياء 88 وما كنت حتى متضايق، يعني عادي ما عندي مشكلة أني ما كنت أهتم بالفيزياء. بس الرياضيات كنت دائما انتبه، ومو بس اهلي كانوا منتبهين، يعني امي وابويا يلاحظوا دائما يقولوا لي انت موهوب في الرياضيات، انت موهوب في الرياضيات، مع انه درجاتي العامه يعني كنسبه ما حتى ما كنت اجيب فوق 95. فيعني اللي يشوف نسبتي ما يقول انه مميز، لكن اهلي يعرفوا اني في الرياضيات كذا احب اخذ وقتي، لو في مسائل تحدي استمتع اني احلها. كنت أتحدى أخوي الكبير إذا جاته مسائل إنه يحلها وزي كذا، كنت أحل مسائل القدرات الكمي، هذا مرجع كويس، مسائل القدرات الكمية كنت أحاول أحلها من المتوسط مو اللفظي بس الكمي، مو عشان شيء بس كنت أستمتع بحلها، أحس إنه فيها تحدي فيها أفكار. وكان أخوي الكبير أكبر مني بثلاث سنوات يذاكر لها، فكنت يعني أروح عنده أشوف إيش بيحل وأحل معه. فبالنسبة لي كان واضح إنه عندي ميول للرياضيات، مع إنه درجاتي ما يعني كطالب يعني ما كنت طالب متوسط، ما كنت طالب مميز من ناحية الدرجات، لكن في الرياضيات كنت ملاحظ نفسي. فأي أحد يلاحظ نفسه في الرياضيات، بس مو شرط الرياضيات، الغاز بشكل عام، إذا إنسان يحب الألغاز، يحب الشطرنج أو ألعاب الذكاء، حتى ممكن البلوت ترى فيها تفكير، مو اللي يلعبوها بس كذا، اللي يحفظ ويجمع ويعرف يعدوا، أي لعبة فيها تفكير. ومو بس طبعاً الفيزياء والكيمياء والأحياء، أي أحد يحس أنه في مادة أو شيء يستهويه ويحس أنه ممكن يكون أحسن من الناس العادية في هذا المجال، يعني غامر وحاول أنك تركز على هذا الشيء، يشوف ممكن أنه مستواه يكون أحسن مما توقع. يعني أنا طول عمري كنت أحس نفسي كويس في الرياضيات، بس كنت أقول هذول الطلاب اللي يجيبوا 100% ولا 99% في المدرسة أكيد أحسن مني. لكن بعد ما غامرت وكرست وقتي وكرست جهدي اكتشفت أنه لا، هذول كويسين في المدرسة، ممتازين نوعا ما في الرياضيات، لكن إذا رحنا للرياضيات الصعب، الرياضيات اللي فيها تحدي وتفكير، ممكن عشان اجتهدت وكرست نفسي
أكثر منهم مستوى أفضل منهم في الرياضيات. الله يعطيك العافية ويسعدك يزيد. نستقبل أسئلتكم، إذا أحد عنده أي سؤال أو أي استفسار نطرحه على ضيفنا نرحب فيه. ممكن سؤال من الأسئلة، فيه سؤال من الأسئلة، هل تكون الأسئلة نفسها لكل الأعمار؟ الأولمبياد العالمي واحد للجميع، لكن اختبار موهوب يختلف على العمر. الصغار أكيد أسئلتهم أسهل، لكن الأولمبياد العالمي رغم أنه موحد، أعرف طالب تركي، هو يعني أتوقع أصله تركي بس جنسيته روماني، شارك في الأولمبياد العالمي هو صف سادس ابتدائي وجاب ذهبية، أول مشاركة لي، أول مرة شارك في الأولمبياد العالمي صف سادس ابتدائي جاب الميدالية الذهبية. فهذا يدل انه لا نحط حد للعمر، ما يشترط انك تكون في الثانوي عشان تجيب ذهبيه في العالمي. السعوديه السنه الماضيه حصلنا ميداليه برونزيه من طالب من صف ثالث متوسط شارك في الاولمبياد العالمي وحصل ميداليه برونزيه، هذا انجاز خرافي، انجاز جدا جبار. فالمسائل ما تتطلب عمر معين، لكن تتطلب ذكاء واسلوب تفكير معين، يعني اللي يعرف يفكر بالاسلوب المطلوب حينجز. تجربة الأولمبياد كلها أصلاً إنه كيف تتعلم تفكر بأسلوب مرتب، بأسلوب يعني منسق وممتاز، بحيث إنه المسائل الصعبة ممكن تفكفك الأجزاء أصغر وتحل كل واحدة، أو إنه تجيب أفكار بسيطة تحل مسائل صعبة. في سؤال من الأسئلة، أنا طالبة وفي مدرسة الزهراء وأحب الرياضيات، لكن أواجه بعض المشاكل أثناء حل المسائل، منها الخوف والهلع والارتباك، هل يمكن لك أنك تقدم لي بعض النصائح عشان أصبح إنسان ناجح؟ طبعاً النصيحة إنه الواحد يحاول يحل برا وقت الاختبار، يعني الواحد لا يحل في الحصة ولا يحل في الاختبار. شخصياً تدريبي من يوم ما تعرفت على أولمبياد الرياضيات ألين حصلت الميدالية الفضية كان حوالي سنتين بس، ترى سنتين يعتبر قليل، عادة الناس اللي يجيب ميدالية ذهبية يقعدوا سنوات 4 أو 5. كيف حصلت الميدالية الفضية في سنتين؟ كنت بشكل يومي أحل، بس ما كنت أجلس كذا على مكتب وأعطي نفسي اختبار 30 مسألة ولا 10 مسائل وأحلها، لا. وقت ما يجيني وقت فراغ كذا، يعني ما عندي شغلة بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر فاضي، دوب اتغديت مثلا وما عندي شيء اسويه الان العصر، كنت اروح اخذ لي مساله يعني بين فتره وفتره، اروح اخذ لي مساله واحده واقعد اطول فيها كذا وافكر فيها افكر فيها، اقعد نص ساعه ساعه، ما في ضغط الوقت وما في ضغط الاختبار ولا شيء، يعني كذا كانه اروح اشرب قهوه، اشتري لي قهوه ولا اسوي لي قهوه ولا شاي واكل لي شيء كذا سناك واحل هذه المساله، اقعد فيها نص ساعه ساعه على انا احلها خلاص اسيبها واروح اكمل اشغالي، بعدها بكم ساعه ولا ثاني يوم نفس الشيء اجيب لي مساله ثانيه. فالسنتين هذه بشكل مستمر كنت احل يمكن مساله مسالتين او 3 مسائل بعض الايام، لكن غالبيتها ما كان في وضعيه اختبار. يعني الاختبار كنت يعني في المعسكرات احضر اختبار، الاولمبياد العالمي فيه اختبار، المسابقات فيه اختبار، لكن خارج الاختبار كان بشكل ودي، يعني بس كذا امسك ورقه وقلم واشوف ايش فيه، بدون ضغط وقت، بدون ما حد يقول لي في هذه المساله لازم تحلها، انا من عندي انا اجيب المساله وانا احلها واتاكد انه حلي صح واراجع الحل. وهذا الشيء مره يساعد، ليش؟ لانه خلاص يتعود مخك انه يفكر بدون ضغط اختبار، فلما يجي الاختبار مخك اوريدي متعود انه هذا الاشياء كل يوم بشوفها كل يوم بحلها، ما في شيء صعب. جميل. في سؤال من الأسئلة، كيف أسجل في مسابقة موهوب؟ مسابقة موهوب اليوم كانت الظاهر صح؟ ولا بكرة يمكن ولا بعد بكرة، ما متأكد. مسابقة أظن هي قفل تسجيل مسابقة موهوب انتهى، لكن حيفتحوا موهبة ممكن حتفتح بعد كم شهر. مسابقة موهوب الآن موعدها، فأتوقع لهذا السنة أو لهذا المرأة الشهر خلص، لكن زي ما تفضلت بعد كم شهر ممكن يرجع يفتح التسجيل من جديد، لكن التسجيل عن طريق موقع موهبة، ودائما يعلن عنه عن طريق تويتر موهبة،
تابعوا تويتر موهبة وتابعوا سناب شات حق موهبة يعلن عن هذا الأشياء بشكل عام، لكن هو بشكل دوري كل فترة يفتح الاختبار ويعطوا الاختبار أي أحد مشابه لاختبار القدرات، سجل عليه وفي يوم محدد تروح تختبر. في سؤال، كم ساعة كنت تذاكر في اليوم؟ في اليوم يعني متوسط كنت أحل مسألتين، والمسألة تأخذ من نص ساعة إلى ساعة، إذا قلنا 45 دقيقة يعني ممكن ساعة ونص تقريبا في اليوم متوسط. طبعا هذا خلال السنة، بعض الأسابيع يكون في معسكر مكثف من موهبة، يعني يكون في معسكر مدة 3 أسابيع. طبعا في معسكرات موهبة كنت أحاول أتدرب طول اليوم، يعني وقت ما في مادة تدريبية وحتى بعد الحصة أقول أحاول أراجع بعض الأسئلة أناقش الطلاب، ويختلف إذا كان في معسكر كنت أحاول أكرس كل وقتي لأنهم يفرغونه، يعني يعطونا سكن، يعطونا أكل، يفصلون، يأخذون لنا إجازة من المدرسة، فنوعا ما شايلين هم كل شيء عنك بس أنت ركز في المسائل. لكن خلال أيام السنة العادية خارج المعسكرات خارج المسابقات تقريبا ساعة ونص في اليوم، عادة ساعة ونص، يعني زي ما قلت لكم مو شرط أروح أفتح كتاب وأقرأ كامل أو لا أخذ اختبار وأحله كامل، لا كنت أحاول أحل مسألتين تقريبا في اليوم من أكثر من مصدر، يعني أروح مسابقة ناشئين ولا مسابقة وطنية ولا مسألة من كتاب أخذها وأشتغل عليها تقريبا بين نص ساعة والساعة وخلاص، مسألتين في اليوم أحس إني سويت اللي علي، ومو ما هي متصلة، يعني زي ما قلت لكم مسألة في الصباح مسألة في العصر، أو أوقات حتى كنت في المدرسة، يعني أروح المدرسة إذا الحصة طفش ماني مبسوط من الحصة حاسس إني ما بستفيد أفتح الجوال وأطلع لي مسألة من النت وأحلها. في سؤال، هل عندك نصائح للطالب راح ياخذ الأولمبياد، قصده راح يشارك في الأولمبياد الدولي؟ يعني بالنسبة للاستعداد للأولمبياد يعني الواحد لازم يستعد من قبل بفترة وبشكل مستمر، آخر فترة قبل الأولمبياد الدولي يعني آخر شهر غالبا ما تفرق، أو آخر لأنه يعني ما في شيء تراجع قبل الاختبار، حتى يعني أسبوع الاختبارات يكون تسافر لدولة معينة وفي فعاليات واختبار، ما أنصح أحد في هذه الفترة يذاكر، خلص وقت المذاكرة آخر أسبوع قبل الأولمبياد، يا أنت مستعد يا ما مستعد، إذا مستعد وضعك حيكون تمام، إذا ما أنت مستعد ما في شيء تقدر تعلمه في أسبوع، لكن المفيد هو أنه بشكل مستمر من قبلها بسنة بشكل مستمر كل يوم تحل مسألة مسألتين مسألة مسألتين عشان مخك يتعود أنه هذه الأشياء خلاص، إذا شيء بتشوفه كل يوم بتشوف كل يوم ما صار صعب عليك، كل يوم بتشوف لمدة سنة. فهذا هو الاستعداد، يعني ما هو مكثف لكن مستمر على مدى طويل، يعني كل يوم لمدة سنة مثلا مسألة مسألتين. في سؤال، من أي المصادر يمكن أذاكر للأولمبياد؟ من أي مصادر؟ أي مصدر يطلع من موهبة المفروض ممتاز، بالإضافة في مقاطع على اليوتيوب، في قناة لو تكتبوا Art of Problem Solving، Art of Problem Solving يعني فن حل المسائل، ممكن لو أكتبه في الشات ما أقدر أكتب Art of Problem Solving، هذا مو بس موقع، هذا موقع في ناس تتناقش في مسائل الأولمبياد كلها، وفي كل مسائل الأولمبيادات الوطنية والدولية والإقليمية على مدى التاريخ كلها مسجلة في هذا الموقع، والوطنية زي ما قلت لكم كل أي مسابقة رياضيات حتى الجامعية مسجلة في هذا الموقع، وفي كأنه منتدى ممكن الواحد يدخل ويناقش، لكن في يوتيوب برضو في Art of Problem Solving، قناة يوتيوب رئيس المؤسس حق Art of Problem Solving مسوي فيديوهات قصيرة 5 دقائق، وعلى حظكم مصمم على أبسط مستوى، يعني ما هي عميقة في الأولمبياد، وإنما الطلاب يعني أنا كنت أدرسها في بداية الأولمبياد وأنا لسه في بداية أولى ثانية، وكنت مو بس أفهمها، كنت أفهمها ومرة أستمتع بالأفكار، أفكار مرة حلوة وطرح ممتاز، يعني بيطرح بأسلوب فعالي، في فعاليات كذا أسلوب مرة ممتاز، يعني أرشح الطلاب مثلا ثالث متوسط أولى ثانية يشوفوها، ممكن ما تفهموا كل المقاطع لكن
حتى لو فهمت نص المقاطع راح يفيدكم مرة كثير، لأنها مسائل قصيرة أفكارها ملمومة وصغيرة، وكل سؤال فيه فكرة واحدة يعني. فنوع ما 5 6 15 دقائق تحاول تفهم فكرة واحدة، ومرة ممتاز كبداية. في سؤال من الأسئلة اللي صراحة عجبتني، كيف ما أفقد الشغف؟ يعني عندي مشكلة إني أنا أتحمس بعدين أفقد الحماس. طبعا عادة بالنسبة لي الشغف كان يجي من أني مطلع لمسابقة حتيجي بعد كم شهر، أو مطلع لمعسكر حيجي بعد كم شهر، أو المسائل كانت ممتعة، يعني المواضيع، الأفكار اللي بتعلمها ممتعة. فأنا راهن إذا أحد بدأ يشتغل في هذا المجال، يعني مثلا بدأ يطلع على مقاطع اليوتيوب اللي قلت لكم عنها، Art of Problem Solving، أو بدأ يقرأ من الكتب حق الأولمبياد زي حق تيتو أندريسكو، أو بدأ يحل مسائل، مباشرة حتكتشفوا إنه ترى المسائل كل مسألة فيها فكرة ممتعة، كل مسألة فيها يعني مرة صعب الواحد يطفش منها. أنا عاد إنسان ترى أطفش بسرعة، قلت لكم المدرسة مرة كنت أطفش منها وما ما أجتهد، لأنه ما كنت حاسس بالمتعة لكن الأولمبياد عكس، أفكار مختلفة عن المنهج الدراسي، أفكار ممتعة، أفكار إبداعية، كل ما تحل سؤال تحس إنه واو فكرة مرة حلوة، كيف فكر فيها؟ لكن نفس الشيء يساعدكم عادة المسابقات اللي حتيجي. فممكن الواحد يطلع إنه مسابقة موهوب هي هذه المسابقة، ممكن الأولمبياد الوطني لا يزال موجود لطلاب الثانوية أعتقد، احتمال حتى الثالث المتوسط. فهذه الأشياء نوعا ما متحمس. الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي تبع البحث العلمي. لا هذا موجود برضو في أولمبياد وطني للرياضيات غيره، أيوه كله موجود، وفي فيزياء وكيمياء وبرمجة. لكن أنا أقول يعني كل واحد يشوف إيش اللي يحبه، ويشوف الأولمبياد حقه. في سؤال، إيش نوع الأسئلة اللي كنت تدرب عليها أنت؟ يعني أبسط سؤال مثلا يقول لك في 15 شخص في غرفة، كل واحد سلم مع كل الناس الثانية، كم عدد المصافحات اللي صارت في هذه الغرفة؟ يعني سؤال بسيط ويباله شوية تفكير، لكن شوية ممتع، ما هو بسيط مرة إنه أوكي 15، يباله شوية تفكير وشوية حساب، لكن لما تبدأ تحله تحس إنه أوكي فكرة حلوة، كويس إني عرفت أحل هذا السؤال. ولا مثلا إذا أيوه إذا عندك عدد فردي وربعته بعدين طرحت واحد، الناتج لازم يكون مضاعف للثمانية، أحد يعرف ليش؟ يعني مثلا 3 تربيع 9 ناقص 1 ثمانية، حلو. طب 5 5 تربيع 25 ناقص 1 24، 24 مضاعف للثمانية. أي عدد فردي تاخذه إن شاء الله كم؟ نقول مثلا 11 11 تربيع 121 ناقص 1 120، 120 مضاعف للثمانية. العبارة صحيحة، ليش أي عدد فردي نربعه نطرح واحد يصير مضاعف للثمانية؟ ما هو نفس الشيء صح لو زودت واحد، لو قلت لك ربع وزود واحد ما يضبط، شوف 3 تربيع 9 زائد 1 10 ما هو مضاعف للثانية، لكن لو نقص واحد يصير مضاعف للثمانية دائما أي عدد فردي. يعني العبارة صح بس ليش صح؟ هذا أتوقع أنه كان من أول الأسئلة اللي شفتها، ما حليتها لكن شفت الحل. الحل يرجع أنه x تربيع ناقص 1 نقدر نحلله، x ناقص 1 ضرب x زائد 1 صح؟ طيب x ناقص 1 و x زائد 1 هذا عددين زوجيه، احنا قلنا x فردي، تعال x ناقص 1 و x زائد 1 عددين فرديه، سوري عددين زوجيه، ما هي بس عددين زوجيه، عددين زوجيه متتاليه يعني زي 2 و4 او 4 و6، اي عدد فردي x ناقص 1 زائد 1 يطلع لك عددين زوجيه متتاليه. ف x ناقص 1 و x زائد 1 هو عباره عن حاصل ضرب عددين زوجية متتالية. طيب الأعداد الزوجية لو تشوفها واحد مضاعف كلها مضاعف لاثنين، لكن واحد مضاعف لاثنين واحد مضاعف لأربعة، واحد مضاعف لاثنين واحد مضاعف لأربعة على الأعداد الزوجية. فكونها عددين زوجية متتالية واحد منهم لازم يكون مضاعف لأربعة والثاني مضاعف لاثنين، طب اثنين وأربعة كم؟ ثمانية، بالتالي حاصل ضربهم لازم يكون مضاعف لثمانية. بسيط السؤال لما شرحت ايوه، فهذه الاسئله اللي ممكن تقدر تقول انها تكون حلوه وممتعه للطلاب.
كل مسائل الأولمبياد زي كذا ممتع أو مو كلها، نسبة كبيرة من مسائل الأولمبياد في بعضها مو حلوة، لكن نسبة كبيرة مرة حلوة وممتعة وأفكارها بسيطة. يعني لما تشوف السؤال في البداية تقول سبحان الله صح، إكس تربيع ناقص واحد مضاعف للثمانية، بس ما أنت عارف ليش. لما تبدأ تفكر فيها وتشوف السبب، السبب ما هو مرة صعب ومنطقي وبسيط، ما استخدمت لك تفاضل تكامل معادلات ما تعرف أشياء، أيوه. بس منطق بسيط. وزي كذا حلاوة الأولمبياد، حتى أصعب سؤال في الأولمبياد هذه السنة السؤال الثالث ما كان يتطلب أشياء معقدة، نفس الشيء أفكار بسيطة، لكن لسه كان أصعب سؤال. ليش؟ الأفكار صعبة لكن ما تتطلب علم، ما تتطلب معلومات كثيرة، يتطلب بس أفكار ذكية، نظرة جديدة، يعني إنك تشوف المسألة بأسلوب صح. في سؤال، كيف يمكن إنه أنا أتعامل مع مقارنة نفسي بالطلاب اللي حولي؟ لا تقارن نفسك باللي حولك، قارن نفسك بنفسك وشوف المسائل، حاول تشوف المسائل حلوة، إذا المسائل صعبة عليك نزل المستوى، خليه شوف روح لك مسائل أسهل، إذا المسائل سهلة عليك أرفع المستوى، ما عليك إلا بمستوى نفسك تتمرن بمستوى معين ألين يصير سهل، إذا صار سهل روح مستوى أصعب. هذا هو المساء الوحيد للأولمبياد، الواحد يستمر يرفع مستوى ألين يوم من الأيام إن شاء الله يجيب ميدالية. في سؤال، كيف تنظم وقتك بين المدرسة وموهبة؟ بالنسبة لأي أحد مهتم بالأولمبياد وفعلاً موهوب بالأولمبياد، يعني أعطي المدرسة أقل شيء بحيث أنك درجاتك كويسة، لا ما يحتاج تسوي شغل إضافي يعني ما يحتاج تجيب 100%، إذا درجاتك كويسة أعطي باقي وقتك للأولمبياد، هذا نصيحتي. طبعاً هذا الكلام ينطبق للناس اللي زي أنا في المدرسة أغلب وقتك كنت أعطيه للأولمبياد، حتى في المدرسة قلت لكم بعض الأيام أحل مسائل الأولمبياد، ضبطت معايا، مو شرط تضبط مع كل أحد، لكن إذا أنت تشوف نفسك موهوب في مجالك ودك ما تخسر الفرصة، لأنه هذه فرصة عمر بالنسبة لي، أشوف فرصة عمر، الأولمبياد فقط مرة واحدة الواحد يقدر يمر عليها، بعدها خلاص ما في أولمبياد رياضيات للجامعة ولا للثانوي. فنصيحتي أعطي كل وقتك للأولمبياد أو كل وقتك الإضافي، بالنسبة للمدرسة حاول تعطيها قدر المستطاع بحيث أنك تجيب درجات كويسة. وفعلا يعني أنا ممكن استثناء من ناحية درجات المدرسة قليلة، لكن طلاب الأولمبياد الحاليين بيعطوا كل وقتهم للأولمبياد، بيعطوا المدرسة أقل شيء بحيث أن درجاتهم كويسة، ودرجاتهم عادة 98-99 لسبب المدارس بشكل عام لما يشوفوا الطالب متميز في الأولمبياد يساعدوا، يسهلوا على التصحيح، المدرسين يتساهلوا معاه لأنهم يعرفوا أنه هذا حاط وقته وجهده في رياضيات مثلاً أو في الفيزياء. فباقي المواد المفروض يعني ما عندنا طلاب يواجهوا صعوبة أنهم يحصلوا درجات كويسة. في سؤال، كيف نخرج من التفكير داخل الصندوق على الرغم اني بحاول دائما بس صعب؟ اتوقع السر انك تبدا بالاشياء البسيطه، يعني الضرب مثلا 2 ضرب 5، بدل لا تحفظ جدول الضرب اتخيل انه مثلا الخمسه هي 2 و2 و2، حاول يعني تتعامل مع الرياضيات من اساسياتها، لا تحاول تحفظ قوانين، يعني مساحة المربع واضح انها الطول في العرض او الطول المستطيل مثلا الطول في العرض، طب متوازي الاضلاع ليش هو الطول، القاعدة ضرب الارتفاع، لما قلنا القاعدة مثلا ضرب الضلع الثاني في سبب، لو تفكر فيها ممكن نقص مثلث من هنا ونحطه هنا صار مستطيل نفس المساحة، القاعدة ضرب طول المستطيل، ايش هو طول المستطيل، هو الارتفاع حق متوازي الاضلاع. فلما تفكر لما تحاول الواحد يحاول يفكر في الاشياء من اساسياتها بدل لا يقعد يحفظ قوانين ومشتقه الاكس تربيع 2x، لا حد يحاول يحفظ، حاول تفهم الاشياء من اساسياتها، واذا شيء ما انت فاهمه في الاساسيات ارجع له وحاول تفهمه وانطلق منه، يعني لما اساسياتك تكون قويه تقدر تبني عليها، حتى لو تبني اشياء بسيطه يعني لسه ما تروح اشياء معقده على طول، ابدا بالبسيط لكن على الاقل البناء يكون مره قوي. في على سيرة الأساسيات، في سؤال من الأسئلة، كيف ما أخربط بين قوانين الرياضيات لأنها تقريبا نفس بعض، أحيانا يكون في تشابه في الأساسيات نفسها عند بعض.
السر ان عمره لحد يحفظ قوانين الرياضيات. اذا في يعني ما يعني حاول زي ما قلت لكم تفهم الاشياء من اساسياتها، بحيث ان لو احد قال لك ايش قانون هذا وانت ما تعرف القانون ممكن تستنتجه. يعني ابسط مثال، 5 و0، كم 5 و0؟ ممكن احد يقول لي والله حفظتها في المدرسه انها 1، بس في طريقه ان الواحد يستنتج 5 و0. ايش الطريقه؟ لاحظ انه القوه حق الخمسه ايش هي؟ 5 و1 اللي هي 5، 5 تربيع، خلينا نشوف 10، 10 و0. قوه العشره ايش هي؟ 10، 10 تربيع، 10 تكعيب، 10 و4، 10 و5. لما تكتبها اول واحد 1 0، خلينا نكتبها هنا على الورقه، اول واحد 1 0، ثاني واحد 10 تربيع ايش هو؟ 1 0 0، بعدين 10 تكعيب كم؟ 1 0 0 0، 10 و4 1 جنب 4 0، هذه قوة العشرة، صح؟ طيب لو نبى خطوة على فوق نبى نرجع، لاحظ كل ما بنطلع من هنا بنرجع خطوة على فوق، بنمسح صفر، بنمسح صفر، بنمسح صفر، بنمسح صفر. طيب لما نطلع من 10 نبى نروح خطوة فوق، إيش حيصير؟ حنشيل صفر، حيبقى عندنا 1، وهذا السبب إنه 10 و0 هي 1 ما هي شيء ثاني. حتى لو أنا ما نحافظ إنه 10 و0 تساوي 1، يبان من النمط الرقم الوحيد اللي ممكن يكون 10 و0 هو 1. بنفس الطريقة 5 5 5 تربيع اللي هي 25، 125. لما تبدأ بالعكس 125 كيف نرجع لخمسة؟ نقسم على 5. طيب 25 كيف نرجع للي فوقها؟ نقسم على 5، صرنا 5. طب 5 كيف نروح كمان خطوة زيادة؟ نقسم على 5 يصير 1. فضروري اللي ما يعني هذا كلام عن الرياضيات، الفيزياء اتوقع انه مشابه والكيمياء، لكن بالنسبه للرياضيات مره شيء مهم، واتوقع هذا يمكن اكثر شيء افادني خلال الاولمبياد، انه كل شيء احاول افهم من الصفر. مو ضروري الواحد يفهم اشياء معقده، لكن ضروري الاساسيات يفهمها من الصفر، ووقت ما يتعلم شيء جديد يحاول يربطه انه يفهمه بشكل متكامل. كل ما تتعلم نقطه جديده حاول تفهمه بشكل متكامل، بحيث انه بعد سنه سنتين توصل مستوى اعلى. لكن اهم من هذا كله انه مستواك الجديد انت فاهمه من جذوره، لو احد سالك عن اي نقطه فيه انت فاهمه بالتفصيل. في سؤال، هل الاولمبياد الوطني اسهل من الاولمبياد العالمي؟ الاولمبياد الوطني اسهل من الاولمبياد العالمي. الاولمبياد العالمي زي ما قلت لكم نوعا ما اصعب مسابقه رياضيات على المستوى الثانوي. في سؤال، نصيحتك للطلاب في دول أخرى ما عندهم فرص للمشاركة في مسابقات عالمية؟ أي دولة في الحياة عندهم فرصة. أذكر على سنتي كان عندنا طالب ساكن في الرياض، بس هو أصلاً من السودان، سوداني، وكان يحضر معانا التدريب، ومبدع مبدع بشكل غير متصور، وشارك في الأولمبياد العالمي عن طريق يمثل دولة السودان. أعرف طالبين غيرهم، واحد مثل دولة الجزائر، واحد مثل فرنسا. مثل فرنسا، هو كان جزائري بس عنده الجنسية الفرنسية وكان ساكن في الرياض، فجزائري، يتكلم عربي، يحضر معانا التدريب، ومستواه صار جدا كويس، راح مثل الفريق الفرنسي وحصل على ميدالية. في سؤال من الأسئلة، هل كنت تواجه صعوبة في الدراسة؟ المدرسة أتوقع كنت أواجه صعوبة لأنه فيها حفظ كثير والمادة طويلة، لكن شخصياً ما كنت أكرس وقت كثير لي، عشان كذا درجات انخفضت. في سؤال، كيف ما أفقد الأمل في حل السؤال إذا كان صعب وما فهمته؟ طبعاً إذا السؤال صعب وما فهمته سيبه، ممكن بعد كم شهر أو لما مستواكم يتطور ترجعوا له. السر في اختيار الأسئلة أنكم تختاروا أسئلة على مستواكم، بحيث إنه الأفكار حلوة، واحد، الأفكار بسيطة ما هي معقدة بالنسبة لكم، يعني يكون مستوى قريب منكم. إذا السؤال صار مستوى بعيد سيبوه، ليش؟ مو شرط تشوفوا الحل، حتى سيبوه إنه قولوا حطور مستواي وأرجع له. وفعلا في سؤال أذكره من الحين، أذكره من الثانوي، شفته وإلى الآن ما أعرف حله، مرة صعب، لأنه شفته شو كان صعب، حاولت فيه كم يوم، أذكر حاولت فيه، بعدين أستنى سنة أحاول فيه من جديد وما أعرف أجيبه، أستنى سنة وأحاول فيه من جديد وما حلو، إلى الحين ما أعرف حلو. بس السر إنه
عادي لأنه طريقتي في حل المسائل إذا سؤال صعب أسيبه وأروح أشوف شيء ثاني على أمل إنه يوم من الأيام أحله. طبعًا هذا استثناء ما عرفت أحله لين الحين. غالبية المسائل لا، بعد نص سنة أقدر أحله، بعد سنة أقدر أحله. فشعور حلو إنه في أولى ثانوي مسائل أشوفها صعبة، ثاني ثانوي أبدأ أحلها، ثالث ثانوي أبدأ أحلها. ومسائل بين رياضيات العالم نفسها أولى ثانوي كنت أشوفها ما أفهم السؤال، كنت ما أفهم السؤال عشان أفهم الحل. ثاني ثانوي حليت الظاهر، كنت أقدر أحل مسائل مرة قليلة من البيت العالمي، أسهل مسائل، بس يعني أسهل مسائل ممكن كنت أقدر أحلها بعد وقت طويل وقلال، مو أي مسألة سهلة أقدر أحلها. ثالث ثانوي بدأت لا، صرت أقدر أحل مسائل أكثر من البيت العالمي السهلة، لسه المسائل السهلة صرت أقدر أحلها أكثر، بعض المسائل المتوسطة صرت أقدر أحلها. بعد ثالث ثانوي نوعا ما صار عندي ثقة إني أقدر أحل المسائل السهلة كلها، المسائل المتوسطة نصها. بعد ما تخرجت وخلصوا الأولمبياد مستواي ما زال يتطور، حتى صار أصعب المسائل الصعبة صرت أقدر أحل بعضها. الله يعطيك العافية يزيد، وشكرا لك كثير، الوقت داهمنا ولا بد أن نختم، ويعطيك ألف عافية على وجودك وتواجدك معنا. يعطيكم ألف عافية، وبالعكس الشرف لي، ومرة مبسوط أني تواجدت معكم اليوم. شكرا لك يزيد. كان معنا يزيد إبراهيم بسيوني، أحد نجوم هذا الوطن، وأحد طلاب موهبة سابقين، وعضو في رابطة موهبة الحالية، وحاصل على 9 ميداليات من ذهبية وفضية وبرونزية في عدد من الأولمبياد ذات رياضيات. كان معكم زياد عبد المتين، أحد أعضاء رابطة موهبة. لا تنسوا أنكم تتابعوا حساب رابطة موهبة على تويتر، وأيضا إذا كنتم أحد طلبة موهبة سابقين انضموا معنا في الرابطة، وأيضا تسجيل اللقاءات بتكون موجودة ومسجلة عبر حساب موهبة على يوتيوب. وأيضا زوروا موقع نجوب للاستفادة من التدريبات الموجودة لمسابقة موهوب، هي نجوب إحدى المبادرات الشبابية والطلابية اللي تقوم على تدريب الطلاب للمشاركة في الأولمبيادات. يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم كثير، ونشوفكم على خير يا رب. لا شيء أخير، مبادرة نجب ضروري ضروري صح تتابعوها، نسيت أذكرها. نجب بدأوا يسووا سلسلة فيديوهات بالعربي عن مسائل الأولمبياد، فضروري أي أحد مهتم يروح يشوف الفيديوهات اللي سووها، فيديوهات جدا جميلة، واللي سووا الفيديوهات طلاب أولمبياد سابقين، واختاروا المسائل اللي اختاروها بعناية وجودة معينة. ما أحب أطول عليكم، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية يزيد، وشكرا لك كثير، وشكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. جزاك الله خير، يلا مع السلامة.